برنامج يمكنك من حماية ملفات لا تريد أن تشاركها مع الآخرين، مثلا كصورك وملفات صوتية أو دوكيمنتات أو وثائقيات لا تريد أن تشاركها مع الآخرين، فقط تريد أن تكون أنت الوحيد الذي يصل إليها على هاتفك أندرويد. إذن السلام عليكم أصدقائنا، مرحبا بكم في قناة جلسة تقنية. اليوم سنقدم لكم طريقة مميزة ربما الجميع سيحتاج إليها، وهي عبارة عن شرح للتطبيق ممتاز وجميل جدا وعجب الكثيرين. هذا التطبيق يمكنك من حماية ملفات لا تريد أن تشاركها مع الآخرين، سواء عائلتك أو أصدقائك في العمل أو أصدقائك في حياتك اليومية على الهاتف المحمول. إذن على بركة الله سنقوم الآن بشرح التطبيق. كما ترون هنا في شاشة الهاتف سيظهر لكم التطبيق هنا، كالكيلاتور يعني في الأسفل، هو على شكل آلة حاسبة اسمه كالكيلاتور هكذا. أين سنجد هذا التطبيق؟ يجب علينا أولا أن نقوم بتحميله من متجر ستور، متجر اندرويد هكذا في بلاي ستور. ندخل على بلاي ستور، نضغط نكتب هنا كالكيلاتور. كالكيلاتور قبل ان نقوم بكتابة يعني نكتب كالكيلاتور هكذا من الاحسن، يظهر لنا هايد فايل في الاعلى، نضغط على هايد فايل كالكيلاتور هايد فايل، نهبط للاسفل ثم للاسفل هكذا. يعني كل هذه التطبيقات تقوم بنفس المهمة ويعني يقومون بنفس الدور، لا خلاف في ذلك. كما ترون هذا فوتو فيديو لوكال كالكيلاتور في التطبيق الذي على الأعلى الآن، هذا هو التطبيق الذي حملته أنا. وجميعا أنصحكم أنه فقط أنا اخترت هذا التطبيق، أما التطبيقات الأخرى فهي تقوم جميعها بنفس الدور وفيها نفس الخصائص التي توجد فيها هذا التطبيق الذي اخترته لكم. هذا هو التطبيق هكذا، يعني ترون أن التطبيق قام الكثيرون بتحميله، يعني تطبيق ممتاز وأشتغل به أنا شخصيا في حالة كان الإنسان يريد أن يقوم بحفظ بعض صوره الشخصية أو ملفات لا يريد مشاركتها مع الآخرين، أو مثلا ملفات وثائقه المالية إلى غير ذلك. وما يميز التطبيق هو أنه إذا قام مثلا ضاع منك هاتفك أو شيء من هذا القبيل، فالتطبيق يقوم مباشرة بإلغاء وحذف كل ملفات من ذاكرة الهاتف، أي حتى بعد أن يذهب الهاتف من بين يديك لا يمكن لأحد التوصل إلى تلك الملفات المحجوبة. وهذه الميزة مميزة جدا في هذا التطبيق. إذن لنكتشف الآن كيف يعمل تطبيق الكالكيلاتور. نضغط على أوفق هكذا أو من شاشة الهاتف، يطلبون لنا في البداية تظهر لنا شاشة إن كنت حملت التطبيق وأردت أن تستعمله لأول مرة، يطلبون منك إدخال رقم سري لتعمل به على تطبيق الكالكيلاتور. يطلبون type your password for 8 characters into calculator and press illegal to confirm، يعني type your password for 8 into calculator، يعني يطلبون منك كتابة اختيار من 4 إلى 8 أرقام كرمز سري، عليكم تذكر هذا الرقم السري، وبعد ذلك تضغط على الرمز يساوي. الآن نضغط على أوكي هكذا. أنا سأختار رقم سري معين مثلا هكذا، سأضغط على الزر يساوي. ماذا يطلب مني الآن؟ يطلب مني confirm password، أي تأكيد الرقم السري، يطلبون منك تأكيد الرقم السري. أنا سنضغط على أوكي، سنقوم بتأكيد الرقم السري فقط للتجربة. نحن الآن سنقوم بالدخول إلى التطبيق. كما ترون قبل ذلك التطبيق يظهر وكأنه آلة حاسبة، لن يكتشف أحد ماذا يوجد داخله، وبالتالي سنقوم بالدخول إلى ما وراء التطبيق هكذا، إلى مكان الملفات المحجوبة. إذن بعد أن كتبنا الرقم السري الذي اخترناه من قبل سنضغط على الزر يساوي هكذا. كما ترون هذه هي الواجهة التي يقدمها لنا
أول حاجة يطلب لنا هي أن نقوم بتسجيل أن نقوم بتسجيل مثلا إيميل معين لكي يرسل لنا الرقم السري في حالة قمنا بتضييعه. أنا سأقوم بتسجيل بالإيميل الخاص بالقناة هكذا جلسة بوانتك. يطلبون لك أن تقوم باختيار بريد معين لكي يرسل لك مثلا ملفاتك إن أتبع منك الرقم السري الخاص بك أو إن نسيته. نضغط على تلك الموافق على تلك العلامة على اليمين في الأعلى، يأخذنا التطبيق إلى هذه الواجهة فيها مثلا هنا Pictures Videos Upload، يعني Pictures يعني الصور، جاء الصور التي تريد حفظها داخل التطبيق، وهنا الفيديوهات التي تريد حفظها، وهنا في Upload يعني هو Upload يقوم بدور قفل للتطبيقات إن أردت أن تقوم بقفل تطبيقات معينة في جهازك. كل هذه الأمور يعني شغالة وستحتاجها داخل هاتفك. وهذا التطبيق ما يميزه أكثر هو أن مساحته خفيفة ولا يؤثر على ذاكرة الجهاز وعلى سرعة الجهاز. إذن سنقوم بتجربة صورة معينة ونقوم بحفظها داخل التطبيق. مثلا ما عليك القيام به هو الضغط على هذه الصورة كذا، ستأخذك مباشرة إلى Tap at button to start hiding pictures، يعني يطلبون منك الضغط على زر علامة زائد لكي تقوم باختيار الصور. هنا يعطون لك From Gallery أي من الاستوديو، أو من كنت تريد صورة بواسطة الكاميرا أو الخروج منها. نحن سنختار From Gallery أي من الاستوديو الصور. سأختار هذه الصورة هنا على سبيل المثال، لا أريد أن أحجب هذه الصورة، صورة الدولارات في الأعلى هكذا، أريد أن أحجبها في التطبيق. سأقوم بالضغط عليها وأختارها، أقوم باختيارها هكذا سيليكسيوني. بعد ذلك أنا أرى أن هناك قفل على اليمين في الأعلى، أضغط على هذا القفل هكذا. المهمة قد انتهت والتطبيق قام بتخزين الصور التي اخترتها لها داخل ذاكرته. وبعد ذلك أضغط على دن أي تم هكذا. وبعد ذلك ماذا عليك إن كنت أردت أن تقفل التطبيق؟ فقط تضغط على السهم الخلف الذي يوجد في أسفل شاشة الهاتف هكذا، أو عدة مرات، أو فقط تضغط على الزر الوسطي في أجهزة أندرويد. غالبا فقط قم بالخروج من التطبيق، سيقوم هو بتأمين نفسه أي غلق نفسه. في المرة الثانية التي تريد فيها الدخول سيطلب منك مرة أخرى تأكيد إدخال الرقم السري. رقمنا السري الضغط على علامة يساوي، وها نحن الآن داخل التطبيق. وسنختار صورنا إن أردنا مشاهدتها، سنختار هذه الصور التي قمنا باختيارها. هذه هي الصور، جميل جدا. إذن إلى هنا أصدقائنا، نقول لكم شكرا على مشاهدتكم، شاركوا معنا للتواصل بجديد هنا في مجال التقنية وفي مجال الشروحات التقنية وكيفية الربح من الانترنت. نشكركم ونحييكم مرة أخرى، شكرا جزيلا.